سلام، أهلا بكم. ما جديد التطورات الميدانية اليوم؟ نعم، تستمر الاشتباكات على جميع محاور القرى التي حررت من قبل الجيش الحر في الأيام الماضية، ومع دخول معركة تحرير الساحل يومها الثامن تستمر هذه الاشتباكات على معظم المحاور والقرى والمراصد التي حررت من قبل الجيش الحر. هذا اليوم حاول النظام وبعد سيطرة الجيش الحر بشكل كامل على قرية بيت الشكوحي، هذه القرية التي جرت فيها أعمال وكر وفر انتهت بسيطرة الجيش الحر عليها بشكل كامل. حاول النظام اليوم اقتحامها وبقوات كبيرة جدا مدعومة بمدرعات وجيش الدفاع الوطني، والذي هو من الشبيحة والمرتزقة الذين جندهم النظام لقتال الجيش الحر وقتال المدنيين الموجودين في ريف اللاذقية. أيضا ترافق ذلك مع قصف عنيف جدا من راجمات الصواريخ ومدافع الموجودة في منطقة الحفة على مواقع الاشتباكات من جهة مقاتلي الجيش الحر. حتى الآن كتاب الجيش الحر تتصدى لهذه الأرتال وهذه القوات التي يدفع بها النظام لاستعادة السيطرة على هذه القرى، وبالأخص منطقة بيت الشكوحي المتاخمة لمنطقة الحفة والتي لا تبعد إلى كيلومتر واحد فقط عن قرية أجنجل الواقعة في منطقة الحفة. حتى الآن وصل عدد قتلى جيش النظام منذ ليلة البارحة وحتى اليوم صباحا أكثر من 25 شخص، معظمهم كما ذكرت لك من قوات جيش الدفاع الوطني. هناك معلومات تؤكد أن هناك اشتراك لعناصر وقوات جيش حزب اللات الإرهابي اللبناني، وأيضا مشاركة كتائب من تركيا موالين للنظام، وأيضا استمرت الاشتباكات العنيفة جدا على محاور جبل الأكراد، لا سيما محور قرية استربا وقرية أوبين وقمة النبي يونس، والتي أمطرها اليوم مقاتلو الجيش الحر بعشرات صواريخ الجراد وقذائف الهاون. أيضا تم تدمير أكثر من 3 دبابات على هذه القمة. أيضا ترافق ذلك بقصف عنيف جدا من طائرات الحربية على معظم مواقع الاشتباكات من جهة مقاتلي الجيش الحر. أيضا طال قصف مناطق جبل الأكراد لا سيما مصيف سلمى، والتي أصبحت هذه المنطقة وهذا المصيف المشهود له بجماله وبجمال طبيعته أصبحت منطقة منكوبة جدا بكل ما تعني الكلمة. أيضا طال قصف قرى كنصب وادي شيخان وما حولهما، بالإضافة إلى ناحية ربيعة والقرى المحيطة بها في جبل التركمان، تعرضت لقصف عنيف جدا من المراصد المحيطة بها، وأيضا تعرض لقصف عنيف جدا براجمات الصواريخ وغارات الطيران الحربي، أدت إلى اشتعال الحرائق في الغابات والأحراش الممتدة إلى الحدود مع تركيا. بشكل عام النظام جند جميع جبهاته، وأيضا الآن تأتي أخبار بأن هناك قوات كبيرة جدا تأتي وانسحبت من محافظة حماة، قوات كبيرة جدا تتجه إلى الآن إلى جبهة الساحل لتدعيمها، لأنها الآن جبهة الساحل من أهم جبهات سوريا. أيضا أريد أن أذكر أن جبهة الساحل تعد قريبة جدا إلى مسقط رأس بشار الأسد وقوات النظام، وهي منطقة القرداحة. نعم، سلام عبد الكريم، مراسل شبكة شام الإخبارية في اللاذقية، شكرا جزيلا لكم.